احتفلنا في اليوم الوطني ب92 عام من الإنجازات المستمرة، وبهذه المناسبة احتفلنا أيضاً بإصرار ياسر. ياسر قطع أكثر من 500,000 كيلومتر في مشواره اليومي بسيارة هافال من جدة إلى الطائف، ولأن عزيمته ملهمة قررنا نفرح بمفاجأة يكمل بيها باقي مشواره، وطلبنا منه القدوم لعمل صيانة مجانية. لكن ما كانت هذه المفاجأة الوحيدة. السلام عليكم. اليوم يوم مميز بحضور الأستاذ ياسر. أستاذ ياسر، هل أنت تتفهم قضاء الأسيس؟ نعم. وصلنا خبر أنك مشيت فيها 500,000 كيلو ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. قول لك عميل مميز حابين نفرحك ونقول لك ألف مبروك.